معنا الشيف لبنى اللي جهزت لنا طبق يعني الوانه من بعيد هتشوفوه وتشوفوا وتتغوصوا فيه. وايضا معانا تحضر معانا الشيف عائشه من اندونيسيا، حضرت لنا طبق الرز المقلي باللحم. شيف نبدا مع شيف لبنى، احكي لنا على هالالوان وهذا. اول شيء انا مبسوطه انه هيك اول مره بنطلع مع بعض بحلقه، ولا يعني مره كنا سوا، ولا مره هاي احلى الهواء. مره هذه احلى مره. ابرينا شيف. انا اليوم عامله طبقين او نحكي ثلاث اطباق كلياتهم اساسهم قمر الدين. قمر الدين انت كنت قلت لي انك ما بتعرفي شو هو، هذا هو قمر الدين. أوكي. هي بتيجي مثل عجين بننقعها بالمي حتى نقدر نعملها العصير، تمام؟ ومن هذا العصير بنقدر نعمل اكثر من نوع من الحلويات. فبالبدايه نقعت قمر الدين بمي سخنه، لتر من المي السخنه لمده ساعه تقريبا او ساعتين، بعد هيك طحنته اضفت له السكر وبصير عندي العصير كعصير جاهز. من هذا العصير قدرت اني اعمل هون الالماسيه اللي هي بتيجي طبقه من المهلبيه البيضه بماء الزهر وطبقه من القمر الدين برضه بنضيف له النشا حتى يصير القوام تاعه كثيف. ولكن حتى نحولها شوي لطبق يعني عصري اكثر اضفت له طبقه من الكيك الاسفنجي تحت، سقيتها بقمر الدين، بعدين عملت مهلبيه البيضه. اكيد طبعا مقاديرها حتبين عنا على الشاشه، مجرد انه كل المقادير بنخلطها على النار ونضل نحرك لتتكاثف بنضيفها، بنستناها انها تجمد، بعد هيك بضيف المكسرات المنقوعه بالمي من قبل بليله كلها. اي مي؟ مي ال مي عاديه، مكسرات من كل الانواع منقوعه بمي. واخر طبقه اللي عندنا اياها هون هي عباره عن عصير برتقال وليمون مضاف لهم النشا والسكر وزينتها بالمكسرات. يا سلام، انا قاعده نغوص في هالطبق. شايفه؟ هلا اخر شيء هو الخشاف، الخشاف هو عباره عن عصير قمر الدين بنضيف له كل انواع القلوبات من التمر، في عندنا هون القراصية او الخوخ المجفف، المشمش كلها طبعا منقوعه، فانا حتى اضيفها ببلش اخففها، يعني هي منقوعه بمي بضيفها مع وكمان بضيف من المي اللي نقعت فيها لانه حلو قوامه يكون خفيف. فبس فانا رح ازينه واظبطه عبين ما انت تقدري تاخذي لنا معلومات جميله جدا من عائشه، شيف عائشه، عن الطبق اللي حضرت لنا اياه. هذا للحلو، ماذا عن الطبق الرئيسي؟ شيف عائشه، هذا طبق شعبي تقليدي في اندونيسيا، اليس كذلك؟ لو تخبرينا عنه، عن المواد المستخدمه فيه. الرز المقلي مع اللحم هذا طبق مشهور جدا في ثقافتنا، هناك نوعيات مختلفة من هذا الطبق في المطاعم، يمكن أكلها أيضا للفطور وللغداء وللعشاء أيضا. نحن نحتاج إلى معجون من الثوم والحر أيضا، وهذا المعجون أستخدمه أيضا لحم الخروف الذي نضع عليه الملح والبهار، ويمكن استخدام أيضا الدجاج أو أي نوع من أنواع اللحوم. نعم يمكن وضع الخضروات والأسماك والدجاج أيضا، وللأرز المقلي يمكن نستخدم الأرز الذي طبق من طبق آخر، لذلك يجب أن يكون جافا، يمكن وضعه في الثلاجة ليوم قبل تحضير هذا الطبق. هذا سهل جدا، وهذا الطبق دائما بحاجة إلى صلصة الصويا أو كاتشابانيز ما ندعوه في أندونيسيا، وهي المكون الأساسي. سوف أبدأ الآن، أنا حضرتها مسبقا. مأكولات جانبية إلى جانب الطبق الرئيسي، البيض المقلي والخضروات. نعم، للأرز المقلي نقدم دائما البيض المقلي والخضروات والبصل المقلي. سوف أريكم بينما أحضر. هذا الأرز المقلي الذي حضرته مسبقا، I make it less spicy. حضرته بدرجة متوسطة من الحار، ولكن في إندونيسيا دائما الطعام حار جدا. إنه البهارات اللي استخدمتها شيف عائشة مشابهة جدا لبهاراتنا، استخدمت القرفة، استخدمت ورق الغار، استخدمت اليانسون، فهي كبهارات مشابهة جدا للبهارات العربية. وهذا ما كان يخبرنا به سعادة السفير الأندونيسي، بأن الثقافات جلبت إلى يعني مختلف الثقافات أثرت على الثقافة الأندونيسية من ناحية المطبخ، الملابس، وكل جوانب الحياة.
نعم أكملي شيف عائشة. الآن ستضيفين المخلل. ماذا؟ This is the pickle. نعم الآن سوف أضيف المخلل. نحن نقدمه مع المخلل، لذلك سوف أضيف بعض منها، وهذا سوف يقلل من حدة الطبق. وأيضا الأمر الأساسي البصل المقلي. أوكي. البصل الأحمر المقلي. شيف لبنى بصل مقلي مكرمل. نعم. يشابهونا حتى يعني نحن نرش على الأرز و... يعني احنا كثير بنعمل اطباق مشابهه لهي الاطباق. صحيح. والاكل التونسي بتخيل كمان حار كثير، فيعني نعم. هذا الشيء متشابه بيناتكم كثقافات. يعني هذا الطبق لي انا، اللي ما ياكلش الحار وامين بس يرجع من سوق واقف كمان حيستمتع فيه. مش حيلا اي شيء. هذا الشيء كثير زاكي. This is from Indonesia. وهنا مكون من إندونيسيا ندعوه بينج، وهو من مكسرات الملنجو، نطحنها ونقليها. تجلبينه معك من إندونيسيا إلى هنا؟ yeah. نعم نعم أحضرته من إندونيسيا إلى هنا. هلأ أنا في البداية فكرت إنه هذا هو ورق الأرز، لأنه إحنا بنقلي ورق الأرز بيطلع معنا بالشكل هذا، بس ورق الأرز طعمه بيكون حلو. لما دقته من شيف عائشة لا طعم مر. هذا هو الطبق الأرز المقلي مع لحم الخروف، دائما نقدمه مع البيض المقلي ومع مقرمشات إلى جانبه، وأيضا للحد من الدهون يمكن استخدام الطعمات الحارة والمخلل وكل النكهات المجموعة معا. يمكنكم تجربته الآن، يجب أن تجربوا هذا الطبق. لن نقول لا يا شيف عائشة. تفضلي. شكرا. Please be my guest. شكرا شكرا. رجاء أن تذوق هذا الطبق. لذيذ جدا.